السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقد عدنا إليكم من جديد. وكما أسلفنا في المقطع السابق تحدثنا عن التحايا المختصرة عند البجا، ولكن أيضا سنوضح هذه الاختصارات بصورة أوضح إن شاء الله. تكلمنا عن دبيوة لبابيوة وإيانينا، فسنتحدث دبيوة تقال للمذكر دبيوة لبابيوة كتحايا مختصرة. فدبيوة كما ذكرنا معناه بأنك هل أنت في حفظ وأمان، لبابيوة هل أنت بخير. أيضا في للمؤنث يقال لها دبيت لبابيت، أيضا بنفس المعنى. وأيضا للشخص القادم الذي يريد يلقي عليك التحية يقال له إيانينا إيانينا، الشخص القادم لك يقال له إيانينا بمعنى مرحبا بك، حبابك مرحبا بك. ويقوم الرد من الشخص الآخر يقول اسنينا بركنت اسنينا، بمعنى وأنت أيضا الحمد لله أنك انتظرتنا. هذا للمذكرة. أما للمؤنث التحية تكون دبيت لبابيت، وعندما تكون هناك امرأة قادمة المنتظرة تقوم بالقول برد التحية وتقول لها ايتنينا، وتقوم الأخرى بالرد تسنينا. هذه التحايا مثلها عند المؤنث، أيضا مثلها للمذكر. فهذه التحايا المعروفة في المدن. أما في الأرياف التحايا تكون أطول، والتحايا تكون بصورة أوضح شرحا. كمثال إيانينا لبابي وقرنا لك يا إينا شلنا ودايب رقاقات كتا وسلامنا لدايب. فيقوم الرد الشخص الآخر بالرد أو ودي دايب لبابي بقركي فأنا ودايب رقاقات كما أسيو. هذه التحايا كمقدمة، ولكن تأتي السكنات بصورة أخرى. يقوم الآخر يقول له إنن يا أنو داي ابنات ما أصواف كين كي رقاقات داي كم ما أصيو كي أنو بلدون كي بريدو روي دا يا بودة اللي با أصواف كي كي أنو من داري فانو داي وريامي نيمسي ونو ورايب كي ها بهاينة تونا نكتين لأنك نانا الحمد لله الله ما ديبو أمدهنوكو أمدهنوكو. هذه قفلة للسكناب. فيقوم الرد يرد عليه الآخر ويقول له أمدهن بريا إنن هنجي أنو من داريو نات راح كين كينو ملايم هينو إف ونوسو جوا ونهرو وسكنا وتم سيو إبو أوبرجي وكنا مريع كين كي نبوي تاني باري ودهي يدنا نا الله ما دي بو أم دم مريع عندي. هذه الكلمات هي تعتبر السكناب عند البجا، وتختلف على حسب المناطق في طولها وشرحها وهكذا. فكما ذكرنا إيانينا وسنينا وإيتنينا وتسنينا، هذه الكلمات التي تسبق التحية. يانينا 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 بعد، وبعدها يقوم الآخر بالسلام على الشخص القادم ويأخذ منه الأخبار بصورة مختصرة. أحببنا أن نوضح هذا المقطع بصورة مشروحة أكثر للمقطع السابق، ولكي نأتي بالترتيب وبكل سلاسة إن شاء الله في المقاطع الأخرى. وكونوا متابعين معنا، وأرجو أن تشاركوا هذا المقطع وأن تعملوا متابعة واشتراك في القناة، وشكرا لكم.